السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: فساد السيطرات الأمنية وغياب القانون الرادع في العراق. استطاعت القوات الحكومية المرتبطة بالأحزاب وبخلايا الفساد التي نخرت جسد العراق أن تتحكم كذلك بفضل سطوتها بالسيطرات الحكومية التي انتشرت ولا تزال في كافة مدن العراق، والتي بفضلها اغتنى كثير من قادتها والمسؤولين عنهم بسبب فرض الإتاوات على المارين من خلالها من سائقي الشاحنات الناقلة للبضائع وحتى من المواطنين المارين بسياراتهم الخاصة كنوع من البلطجة. المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل بسبب غياب مفهوم الدولة والقانون الرادع استطاعت ميليشيات الحشد وغيرها من المجاميع المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون من عمل سيطرات أمنية لها لتفرض بها الإتاوات على الناس، وبهذا تحولت الكثير من السيطرات الحكومية والميليشياوية إلى وسائل لإدخال الكثير من الأموال إلى جيوب المتحكمين فيها. هذه السيطرات تباع وتشترى، حيث كشف عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن وجود سيطرات أمنية في عدد من المحافظات تباع من قبل بعض الشخصيات في وزارة الداخلية. هنا نطرح عدة أسئلة: لماذا تسمح حكومة بغداد للميليشيات والقوات الحكومية بفرض إتاوات على السائقين في السيطرات الأمنية؟ وما دلالات بيع السيطرات بين جهة وأخرى في العراق؟ وما الهدف من شراء سيطرة أمنية؟ أليس فساد السيطرات هو مؤشر واضح ودليل دامغ على الانهيار الأمني وعلى سهولة التهريب في العراق؟ هذه أسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مقاطع مصورة تثبت ما نتحدث به الآن عن فساد هذه السيطرات والرشاء التي تؤخذ من قبل الموظفين أو العاملين أو العناصر الأمنية الموجودة في هذه السيطرات، تؤخذ من سائقي الشاحنات وكذلك حتى من المواطنين المدنيين العاديين بسياراتهم الخاصة. مشاهدينا، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين، ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه، حشيشه، شكو، شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال، يقطيني 5000 ارجع لنا روان. فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعونا نتعرف ونشاهد هذا المقطع الاول الذي سيكون بداية لمقاطع كثيرة سنعرضها في هذه الحلقة، وكذلك هو بداية للموضوع للحديث عن الفساد الموجود في السيطرات الحكومية الكثير منها، وكذلك الابتزاز الموجود والعلني كذلك الذي استطاع كثيرون أن يوثقونه عن طريق مقاطع صورت وسجلت بهواتفهم الشخصية، فنشاهد. السلام عليكم. ماكو رسميات هسه انت تاخذ 25 لا رسمي. من قال لك؟ انا قلت شو رسمي؟ يعني انت لاجئ جيش شو اسمه؟ ايه يعني بامر قائد عمليات؟ ها؟ بامر قائد عمليات؟ لا عمليات شنو شنو؟ عم قائد عمليات هو مو شارع قائد عمليات لو من هنا قال لك تطون بعد والله اترانيات والله العظيم لو من شارع بالشغل قال بعد اترانيات اليوم قائد عمليات
طبعا كما استمعتم إلى هذا العنصر الأمني الذي يحاول ابتزاز السائق بمبلغ 25,000 دينار عراقي، يتساءل السائق هل يوجد قانون لأخذك هذا المبلغ؟ فيجيب نعم وبكل جرأة، ويتحدث أن قائد العمليات هو الذي أعطى هذه الأوامر بأخذ هذه الإتاوات من المواطنين، رغم تأكيد السائق أن قائد العمليات في وقت سابق كان قد نفى هذه المعلومة، لكن يؤكد أو يصر العنصر الأمني الموجود حامل السلاح الموجود في هذه السيطرة الذي يجبر السائقين على الانتظار لفترات طويلة، والذي لا يسمح لهم بالدخول في كثير من الأحيان إلا أن يدفعوا هذا المبلغ. يصر أن قائد العمليات أعطى هذه التعليمات والأوامر بأخذ هذا المبلغ من المواطنين. دعونا نشاهد في سيطرة مياح بطريق إمام ويس بمحافظة ديالى التي يديرها لواء أئمة البقيع أحد فصائل ميليشيا الحشد، يتم فرض دفع رسوم عبر هذه السيطرة تتراوح ما بين 25,000 إلى 50,000 دينار عراقي، وبتواطؤ مع قيادة عمليات ديالى. فنشاهد. دعونا نشاهد مقطع آخر أيضا لفساد هذه السيطرات وكذلك محاولات ابتزاز المواطنين بشكل علني، فلنتابع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما تابعتم هذا المقطع، تؤخذ الأوراق الرسمية للسيارات ولأصحابها السائقين من قبل هذه العناصر، إن كانت تابعة لميليشيات أو إن كانت تابعة لقوات حكومية، وبعد ذلك تعاد هذه الأوراق الرسمية، الأوراق الثبوتية للسيارة أو لصاحبها، بعد أن يدفع صاحبها هذا المبلغ من المال يقدر بين 25,000 إلى 50,000 دينار عراقي من أجل أن تعاد له أوراقه الرسمية، ثم يكمل طريقه. بهذه الطريقة تتم عملية الابتزاز، وبهذه الطريقة هي تفرض الإتاوات وغيرها، طبعا كثير من النقاط الحدودية أو نقاط السيطرات الأمنية الموجودة سواء على الحدود أو حتى داخل المحافظات تتبع نفس السياسة وبنفس الأسلوب. معنا السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. التي تنقل الحقائق حياك الله في السيطرات وكل شيء في العراق. حياك الله أخي. بالنسبة للسيطرات معروفة لكل مواطن عراقي، ما تتحرك سيارة حمل أو شاحنة إذا ما تدفع أتاوي. وبيع السيطرات من قبل المسؤولين سببها المسؤولين، وأيضا فساد وعدم وجود رادع للسيطرات أو مسؤولين السيطرات، ولهذا كثرة السيطرات داخل بغداد. يعني أبو الحسن، إحنا ما سامعين بحياتنا بأي مكان في العالم أن تباع سيطرة أمنية. كيف يعني أن تباع سيطرة أمنية؟ شنو معناها أنه سيطرة أمنية يتم بيعها وشرائها بين أشخاص وأفراد في العراق؟ نعم،
بالنسبة للسيطرات احنا نعرفها ماكو سيطرة تباع، وانما بعد اخذ اتاوي كثرة الاتاوي والرشاوي بدأت المسؤولين في العراق وعلى رأسها مسؤولين الامنيين قاموا يبيعون السيطرات لانه ياخذون اتاوي. السيطرة اللي عليها ممر قوي مثل شاحنات او مخضر او شو اسمه يشتريها في مبلغ كثير اكثر من السيطرات الداخليه داخل بغداد، لان وجود فساد وعدم وجود رادع لهاي المسؤولين. بالتالي غياب القانون اخي، غياب القانون في السيطرات، وهاي نتيجتها دخول المخدرات في العراق وانهيار الوضع الامني. يعني ابو الحسن، النائب كاظم الصيادي الذي قال بانه هناك سيطرات تباع وتشترى داخل وزاره الداخليه، يعني هذا تصريح خطير للغاية. ألا يجب أن تنظر الدولة بنظرة مختلفة عن الإهمال الذي تعودنا عليه، نظرة جادة من أجل معالجة هذه المسألة؟ يعني أين دور الدولة وهو نائب برلماني يخرج بهكذا تصريح خطير يتعلق بأمن الدولة، يتعلق باقتصاد الدولة، يتعلق بسلامة المواطن؟ أخي إحنا بعد 2003 نعرف أنه الحكومات اللي بعد 2003 نعم ألو أسمعك. بعد 2003 الوضع الأمني بالعراق انتهى نتيجة سيطرة ونفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران. نعم. وهذا الوضع تريد إيران يستمر وكل دول المعادية للعراق، عدم استقرار الوضع الأمني بالعراق، وبالتالي تتحملها الحكومة، حكومة الاحتلال الأخيرة، لأنه جت حكومة الاحتلال تخدم المشروع الإيراني في العراق. وهذا الانهيار الأمني أيضا والأتاوي اللي تأخذها السيطرات مرور أيضا يقدرون يمشون عن طريق الأتاوي العناصر المعادية للعراق، يقدرون كل شيء يدخلون من خلال إعطاء السيطرات الأتاوي. وإحنا نعرف في الآونة الأخيرة اللي الرائد علي المالكي عندما كمش أحد الإيرانيين المعممين دخل مخدرات، بدلا ما يكرموه لأنه إنسان وطني وشريف وحريص على العراق وشعب العراق، سجنوه وأطلق الصراح. يعني هذا التناقض واضح في قضية السيطرات. الشخص الذي يقوم بواجبه كما تفضلت ينفى، يعاقب بالسجن، وتوجه له التهم علني من قادة الميليشيات ومن حتى شخصيات حكومية، ويعتذر وزير الداخلية لمهرب المخدرات، وزير الداخلية يقوم بالاعتذار له، في حين أن السيطرات تدخل منها كثير من المتفجرات والمخدرات والكحول. هذا كلام نائب برلماني، يعني هذا ليس كلامي الآن أو كلام حضرتك، هذا كلام اعترف به كاظم الصيادي أيضا في تصريحه. طيب ما ليست لها قيمة هذه التصريحات؟ هذه التصريحات خطرة جدا، ليست لها قيمة التفجيرات التي تحدث الآن. ألا يعتبر هذا الموضوع هو سبب ومسؤول عن هذه التفجيرات والمتفجرات التي تدخل إلى العراق؟ نعم نعم أخي. بالنسبة للنائب كاظم الصياد لو ما عنده معلومات كاملة عن الوضع الأمني والسيطرات ما كان صرح بهذا التصريح، لأنه هو نائب وأيضا من الكتل المتنفذة في السلطة. نعم. ولهذا عنده معلومات كاملة وكافية على فساد ونفوذ الميليشيات في السيطرات وعدم تطبيق القانون ومحاسبة الذين يتجاوزون على حقوق الإنسان أو المواطن. فهذه المسؤولية تقع على عاتق أولا مجلس النواب، يعتبر أنه يقولون مجلس تشريعي وإنما ماكو مجلس نواب، لأنه عدم وجود قانون، القانون غير مطبق، وإنما القانون يطبق على المواطن البسيط ولا يطبق على المسؤولين وعلى على سدة الحكم. ولهذا شوف الفساد المالي والإداري خلى الميليشيات والسيطرات بحيث عدم تطبيق القانون على اللي يجيبون مخدرات ومتفجرات، ويفترض أنه من خلال تصريحه يحال تحقيق لو أكو حكومة وطنية وراعية للشعب وراعية للمواطن. هذا يحال تحقيق ويشوف
شنو اسباب هذا التصريح ماله؟ لو ما عنده حقائق كان ما صرح بهذا التصريح. نعم. بعدين الضابط الحريص والوطني يحاسب من قبل طيب. الحكومه، لانه ادى واجبه بصوره صحيحه ويخاف على وطنه وشعبه. نشوفه طيب. يذبوه بالسجن، وانما الحراميه والسراق يصولون ويجولون بالسيطرات وانتشار الاتاوي والمخدرات في العراق. اشكرك ابو الحسن، كنت معنا من بغداد. اود مع المشاهدين الكرام ان نتابع ايضا بعض المقاطع لعمليه اخذ رشها من سائقي الشاحنات وكذلك من المارة السائقين الخصوصيين لسياراتهم الخاصة في إحدى الطرق سيطرة العبايتشي تحديدا، فنشاهد. شفت؟ شفت شلون أخذها عمر؟ شفت شلون أخذها؟ ما تلحق. من سلم علي؟ لا من سلم علي. أصلا ما تلحق تفوع عليه. نتابع نستمع إلى رأي السيد أبو زينب من النجف. أهلا بك أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي هاي الشغلة أيضا قديمة حديثة. نعم. يعني هذا عدم قدرة الدولة وعدم سيطرة الدولة وسيطرة الحكومة والجهات الأمنية تخرج هواية شغلات. يعني مو فقط هاي شغلة السيطرات والأتاوات وكذا، يعني هاي شغلات ما تسمى بالدقات العشائرية وفتيهم للهاونات وللقاذفات وللكذا، يعني حرب كأنما بين دولتين مو بين عشيرتين. طيب ليش القانون غائب يا أبو زينب؟ ليش القانون غائب؟ ليش شنو اللي ينقص الدولة حتى ما تطبق القانون؟ ثانيا بالنسبة للسيطرات، يعني أيضا إذا تذكرون يمكن السنة الماضية على مود انه يقولون اهل السماوه ما اعرف اهل الناصريه والسماوه ما اعرف الديوانيه وهذا. نعم. يعني ينزلوك بالسيطره اذا تمنا الديوانيه ما تنطب السماوه، هذا ليش؟ يقول لك انتم ماخذين علينا قاطعين المي ببعض المناطق. نعم. ماخذين حصتنا. وهناك ايضا تجي نزل بنا ابو زينب اسالك. سيد او بالعكس. سيد ابو زينب. هاي الزمان احنا عايشين. بس يعني حتى في زمن العثماني وزمن الشقاوات ما كان هيك موجوده. نعم. زين؟ طيب يعني انا اسال حضرتك يا ابو زينب اذا تسمعني. تسمعني يعني ابو زينب؟ يعني مو يكون. نعم. ابو زينب اسالك، شنو اللي يمنع الدوله انه تطبق القانون؟ يعني حضرتك تتكلم الان على انه بسبب خلاف بين محافظتين بسبب موضوع المياه السيطرات تمنع الناس من الدخول، وغيرها من حوادث اخرى. يعني سيطرة الصقور تمنع أهل الأنبار من الدخول إلى بغداد وتتركهم هم وسياراتهم وعوائلهم بهذا الحر وبهذا الطريق لأيام، حتى أصحاب الشاحنات أيام يظلون. شنو الأسباب أن تمنع الدولة أن تطبق القانون؟ أولا يعني هم دولة سواء الأنبار أو الناصرية أو أي محافظة أخرى، دولة وأهلنا وبلدنا وشعبنا دولة. نعم. احنا من نسوي المفاضله السابقه، انا قلت في احدى الحلقات انه من يسالك انت شنو تقول انا عراقي؟ نعم. ما تقول انا مثلا محافظ وانا كردي وانا عربي وانا سني وشيعي، لا. نعم. هذول حمايتهم مسؤوليه الدوله. ثانيا الموجودين وحسب الدستور الموجود العراقي اللي هم اقروه. نعم. لانه وزارتي الدفاع والداخليه يكونون بعيدة عن أي حزب وعن أي محافظة طائفية. نعم. هذا المعلن، لكن الحقيقة إذا ما يدزوك من طريق حزب ما تتعين. يعني المنازل الكبرى البارحة على الانترنت ما أعرف وين. نعم. إعلان أنه يطلبون خريجين كليات حتى يعينوهم نواب عرفاء بشرف الخريج كلية. نعم. دارت 4 سنوات بالكلية وقاضي عمره بالدراسة يتعين نائب عريف، بينما يجيبوا لك رئيس اركان الجيش الاسبق. ها؟ نعم. فريق اول ركن شهادته يقرا ويكتب حتى ثالث ابتدائي ما عنده، وكان هو ذاك شو اسمه زيباري كان رئيس اركان الجيش. ابو زينب، طيب هذا مو سبب. يعني هذا مو سبب ابو زينب، هذا مو سبب انه المتفجرات تدخل، المخدرات تدخل، الكحول تدخل وتطلع من برا العراق، ايضا تطلع من العراق الى دول اخرى.
يعني العراق الان ممر للمخدرات، ممر للمخدرات وكذلك مصدر. نعم هالشكل المقاييس ضاعت اخي، ما يصير هالشكل. يقول من كل حسب قدرته ولكل حسب طاقته. الطبيب عينه طبيب. طيب اشكرك ابو زينب، شكرا لك. نستمع الى راي السيد ابو عمر من السليمانيه، تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. والله استاذ محمد انا اسال على هاي السيطرات اللي بيعوها، شوفون السعرات بيش؟ نعم. جد اخر مجال السيطرات الداخليه بيش؟ هي سعرها الخارجيه؟ اكو شرايه هوايه ما شاء الله. يقول لك الحشر مع الناس يعيدوا. بقى دين بقى ايمان. شنو فكره شراء سيطره يا ابو عمر؟ الناس يعني ذولا اصحاب نعم. السيطرات ليش يشترون سيطره؟ يعني على كلام على كلام كاظم الصياد يقول تباع وتشترى. اي طبعا اول مره هو متفق ويا القيادات هاي الكبيره، هاي اسمها خاصه كبيره، وزير وزاره الدفاع ووزاره الداخليه نعم. ووزاره ما ادري شنو، كلها متفقين هي تنطي هاي السيطره بحلقه. اذا تبيعها تشوف وارده قليل، بيعها حتى بغالي وجيب لنا الباقي. زين هاي مو علينا استاذ، هاي اخلاقهم، هذا هو ماخوذ منين؟ هو ماخوذ من عندهم بالاساس، موجود هم عندهم. يعني ما اتطور الى مسائل اخرى. قسما بالله استاذ محمد يعني انا عندي اصدقاء سواق شاحنات، سواق تاكسي، سواق مدنيين، انا عندي سياره مدنيه، كانت عندي تاكسي. قسما بالله العظيم شرطي مرور عندنا بالشمال بكردستان العراق ما يقدر ياخذ، ما يقبل ياخذ رشوه. يقول شو اسوي انا بال 25 اللي بتروح تدمرني بيها؟ شو اسوي بيها بالمال الحرام؟ انا عندي راتبي اخذ، هذا هو. انت مخالف تدفع المخالفه. طيب هذا واحد، لكن باقي المحافظات واغلب المحافظات تعاني من ابتزاز السيطرات. اهل الشاحنات يظلون ايام واسابيع وتخرب البضاعه، اذا كانت مواد غذائيه تتعفن، واذا كانت احيانا مواد معلبه قد تنتهي صلاحيتها، ويظلون في هذه الشوارع مقطوع الطرق، لا يمرون من هذه السيطره الا بعد ان يدفعوا مبلغ من المال قد لا يكون باستطاعتهم ان يدفعوه، وبالتالي يظلوا خارج هذه السيطرات، والدولة تنظر إلى هذا الموضوع لكن لا تتدخل. هذا اللي يقول لك الدولة بالظاهر هم ينظروا لها، لكن بالباطن يقول له اشعل أمه وأبوه، لا تخلي يفوت من عندك. زين هذا إذا يعبر من إيدك أنت انتهيت، لأن الدولة مالتهم هاي اللي بنوها بالأديان الثلاثة. نعم. دولة الدجال الأعور، هاي راح تنتهي ساقطة، هم يعرفون كل الزين، ما تبقى لهم. هو التاريخ كله يشهد عليها، ما بقت لهم في اليوم هذه الدوله مالتهم، ولا فلحوا بيها، ولا بنوا حضاره، ولا بنوا دوله، ولا بنوا قريه. زين استاذ محمد نعم. يعرفون من هي، تشوف السرقات بمئات المليارات، والله العظيم السرقات. يعني انا متاكد انه بعد السيطرات راح يتوجهون لي وين؟ راح يتوجهون الى الوزارات ودوائر الدوله، كل وزاره يكون بابها سيطره من 20 الى 30 بالشهر، واحد بالشهر، من يوزعون الراتب يطلع. هل تعلم يا ابو عمر هل تعلم يا ابو عمر ان المشكله في السيطرات ليست فقط قضيه الابتزاز المالي؟ هناك تحرش بالفتيات يتم في هذه السيطرات بحسب شهود عيان ومواطنين. هناك حالات اعتقال تتم لاشخاص رفضوا ان يدفعوا مال، تهديد بالاعتقال من قبل هذه السيطرات للمواطنين. هناك عمليات استفزاز للشباب ولذويهم ولكبار السن من أجل افتعال مشكلة. يقول بعض المواطنين أن هناك عناصر في هذه السيطرات يقوم بعمل أي شيء من أجل إضاعة الوقت، الست ساعات الواجب المفروض عليه أن يقفها في هذه السيطرة أو أكثر أو أقل حتى ينتهي. يعني يرقص، مثل ما عرضنا سابقا مقاطع لعناصر قاطع الطريق وترقص بالشارع، عناصر أمنية ومعطلة الناس ومصالحها وحياتها ولا يهمهم. استاذ محمد نعم. استاذ محمد الله يخليك، انت ذكرتها التحرش بالبنات ونساء وغيرها وغيرها وابتزاز، انت عليك ان تعرف تنطي نسبه حقيقيه ما تخفيها. هل يا ترى هذا بالمحافظات الشيعيه مشموله لو لا؟ لو بس بالمناطق الغربيه والشماليه من بغداد ديالى وصلاح الدين والموصل نعم. بس هاي المحافظات انا بداخل بغداد يجي يسووها
لأنه مشكل بغداد، مشكل مثل ما يقول على لوز زين. اللي يقوم بعمل هذه السيطرة يا أبو عمر في بغداد يقوم بعملها في الجنوب ويقوم بعملها في الغرب وفي أي منطقة، طالما هي وسيلة لجني المال. ثاني حتى إذا سواها صار، حتى إذا سواها، إذا هو ابن البلد ما عنده غيره وشرف، فإحنا ليش نعتب على الإيراني من يضرب العلوية النجفية الشيعية؟ ويكسر خشمها ويدمرها، تدمر ويفلس عيونه على شنو؟ هؤلاء لا يقاسوا بالعموم يا أبو عمر، حتى بس دائما نأكد على هاي النقطة. لا ما يقاسون، أنت ذاك فرد واحد قام بهذه العملية وصارت الغيرة، وما قامت الغيرة عجوم، يا ريت لو قامت الغيرة عجوم، ما قامت. فأنت عندك سيطران، طيب. فعندك بالآلاف بيقومون بهذا العمل الخبيث والقذر، هم من عندك وبيك من أهل العراق. زين، من أهل العراق، أهل الدمار. هل العراق الأصيل يقوم بهذا العمل يا أبو عمر؟ هذول مو مسلمين، هذول مو مسلمين، إحنا نجي نقرأ طيب. نحكم عليهم أستاذ، هذول يقومون كل أعمار. نعم، أشكرك أبو عمر، شكرا لك، وضحت الفكرة. دعونا نشاهد مع حضراتكم أيضا مقاطع أخرى لأيضا ابتزاز. يقول أحد الناشرين لمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول إخوان شوفوا سيطرة تلتون كوبري الجمرك القديم، يريدون فلوس من البرادات، برادات البيض 150 ألف دينار واللحوم 200 دولار، والعقيد يدور بلسانه، لا جنود ولا هم يحزنون. دعنا نشاهد. صور دي الصفحة، صور صور البرادات الساحة، صور البرادات. شباب ليش موقفكم؟ شباب ليش موقفكم؟ يريدون فلوس، يريدون فلوس، يريدون فلوس والله. بالسيارة ورقتين ونص، كل البرادات، كل البرادات ورقتين ونص، يريدون هذا العقيد. العقيد صور ذا نص، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. صور البرادات، صور البرادات، صور السيارة. نسمع إلى رأي السيدة رانيا من بغداد، تفضلي. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله بصحة وعافية. أشكرك، حياة إن شاء الله، تفضلي. الله يخليك. أنا طالبة من جنابك بس موضوع إذا تقدرون تفتحونه وتفتحون الاتصالات لكل أنحاء العالم بما فيها، تخلون أكثر من رقم، أكون ممنون لك. شلون؟ عفوا بس ما فهمت الطلب بالضبط. في عندي موضوع حابة أفتحه. نعم، تفضلي. حابة من برنامجكم الكريم أن تفتحون هذا الموضوع، بس بشرط أن تفتحون أكثر من تليفون اتصال للناس اللي تحب تشارك من خارج البلاد. هو بالعادة دائما لدينا ثلاث أرقام للاتصال واضحة أمام حضرتك وأمام المشاهدين الكرام، هذه الأرقام هي دائما ما نستخدمها ومتاحة دائما. شنو الموضوع يا سيدة رانيا؟ فقط عندكم بالاتصالات، فالشباب ما يلحقون انه ياخذون كل المكالمات والبرنامج محدد الساعة، ما يلحقون الناس يتصلوا. سيدة رانيا بس اعرف الموضوع شنو؟ الموضوع هو موضوع السجناء اللي موجودين بالسجون العراقية اللي ملفات صار لها سنين وما حد فتح موضوعهم لحد الان، وخاصة موضوع السجناء اللي سيطرت الرجال. نعم. هذول اشتركوا يعني صار يعني صار أكثر من 5 سنوات أهاليهم ما يعرفون عنهم. حاولت تكون أنتم الموضوع أكثر من مرة، انتبهت لكم برامجكم أوكي، بس ما انطيتوا لهذا الموضوع مساحة كبيرة. يعني أكو سجناء ترى يقدرون يختم ياكم تليفونات، فلهذا أقول لكم خلوا تليفوناتكم مفتوحة حتى تجين من داخل السجن ينقل لكم الوضع اللي قاعد يعيشه. نعم. يعني قاعد يأخذون من عندهم أخوي، قاعد يأخذون من عندهم. نعم. طيب سيدة رانيا، بالنسبة لموضوع السجناء والمغيبين والمعتقلين، طالما كنا نفتح هذا الموضوع ولازلنا نفتح هذا الموضوع، لا نزال نفتح هذا الموضوع حتى هذه اللحظة، ربما حضرتك يعني قد فاتك مثلا حلقة أو حلقتين ما انتبهتي بها إلى قضية القضية اللي نطرحها، قضية المعتقلين هي من سلم أولوياتنا وهي ملف دائما ما نسعى إلى طرحه في أي مناسبة. بالنسبة إذا قضية هناك السجناء يرغبون بالمشاركة، إذا حضرتك متواصلة معهم وعندك القدرة أن توصلين إياهم، حتى لو كان عن طريق رسالة للخدمة الواتساب الصفحة أو باتصال بعد البرنامج ما ينتهي مع الشباب في الكنترول،
بإمكانك أن تعطيهم الأرقام حتى هم يتواصلون معهم إذا كان بالاستطاعة لأحد المشاركين أحد السجناء كما تفضلتي أنه يجرى مع الاتصال. هذا الموضوع لا ينسى ولم ينسى حقيقة، قضايا المعتقلين العراقيين بشكل عام دائما ما نطرح. تسلمي أخوي الغالي، أقاطع حديثك بكلمة، أنتم هلا قاعد تفتحون عندكم بث مباشر، قبل لحظات كان في بث مباشر في قناة تلفزيونية ثانية، كان مفتوح هذا الموضوع، وكانوا في سجناء من سجون العراق يقولون في الحقيقة المرة. نعم. حقيقة مرة يعني تدمع العين أنك تسمع سجين أو سجين عمره 16 سنة. نعم. أوكي هذا حدث. حاطينه بالسجن مفهوم من عنده الشهاده تحت اثر التعذيب وانحسر ضمن نعم. 6 سنوات ضمن يعني الحكومه وين؟ الرجال اللي يدعون بالدين وبالهذا هذول نعم. وينهم من هالناس الابرياء اللي صار لها سنين سيطره الرزازه اللي هم كلهم ابرياء اللي تحت الموصل وعندهم لبغداد مسكوا سيطره الرزازه هاي صار لهم كم سنه وين الحكومه؟ الحكومه بس من رئيس الوزراء على الكرسي. سيده رانيا اليوم الموضوع كما هو واضح امام حضرتك، طبعا انا اشكرك للمشاركه بشكل عام وضحت الفكره. اليوم الموضوع هو نتحدث كما واضح لحضرتك وللمشاهدين الكرام على قضيه السيطرات الامنيه، لكن حضرتك فتحتي نقطه الموضوع السجناء والمعتقلين وترغبين بتسليط الضوء عليه اكثر في برامجنا. هذا امر دائما ما نقوم به بين حين واخر، يتم تغيير المواضيع أحيانا ضرورة طرح هكذا مواضيع قد تكون غابت لفترة معينة من الزمن ثم عادت لتطرح، غابت عن برامجنا أحيانا تغيب لمدة أسبوع 10 أيام ثم تعود بعد ذلك لتطرح لكي لا تنسى هذه القضية ويستمر النقاش فيها دائر. موضوع المعتقلين كما قلت لك والمشاهدين الكرام يستمعون هو من سلم أولوياتنا، دائما نتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين في العراق، مغيبون كثر، سجون سرية ومعتقلات، طالما طرحنا هذه القضية ولا نزال نطرحها حتى هذه اللحظة. أرقامنا متاحة للجميع الآن، بإمكانكم أن تشاهدوا الأرقام وعلى البث المباشر على الفيسبوك تطرح دائما الأرقام وتوضع موجودة، ودائما ما نطرح في فواصلنا الإعلانية أيضا أرقام لخدمات بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلالها، أنت ترى وخدمة الواتساب وكذلك أرقام القناة موجودة وصفحة القناة على الفيسبوك وإيميل القناة الموجود الرافدين.org. كثير من المواقع والخدمات التي نقدمها لكي يتواصل معنا المشاهدون الكرام. قضية المعتقلين والسجناء نطرحها دائما كما قلت، وبإمكان الجميع إن كان مواطن عادي أو إن كان سجين بإمكانه أن يشارك معنا، أو معتقل بإمكانه أن يشارك معنا ويطرح ما لديه، ونعدك إن شاء الله بتكثيف العمل على هذه القضية قدر المستطاع. شكرا لك. نشاهد مع حضراتكم الآن بالعودة إلى موضوعنا الرئيس كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، السيطرات والابتزاز الذي يحصل فيها وفساد الدولة وانهيار النظام الأمني نتيجة فساد هذه السيطرات. كم من عبوة ناسفة وكم من ألغام وكم من مخدرات وكم من مخدرات وكحول دخلت عن طريق هذه السيطرات بلا تفتيش. هذا مثال ستشاهدونه الآن، واستمعوا بدقة للحديث الذي سيدور بين سائق الشاحنة وبين العنصر الأمني، فلنشاهد. انتهى الموضوع بقسم ثقة ما بين العنصر الأمني المسؤول عن حماية المدينة وعن حماية الناس وما بين سائق الشاحنة. سائق الشاحنة تعمد تصوير هذا المشهد ليوضح للمشاهدين لحضراتكم ما الذي يحدث وكيف تتم عملية أخذ الرشوة من قبل العنصر الأمني، قد يكون حشد وقد يكون عنصر أمني في قوات حكومية.
بالطريقتين وباختلاف الفصيلين، لكن في النهاية تمر هذه السيارات بالثقة، يحلف له ويطيل فلوس، الثاني يصدق ويعبر. وكم من عبوة ناسفة وكم من سيارة مفخخة مرت، وكم من عتاد وكم من أسلحة دخل التهريب، كم من مخدرات بضائع منتهية الصلاحية مرت من هذه السيطرات، الكحول والمخدرات كيف تمر من هذه السيطرات بلا تفتيش، وكيف تخرج من العراق بنفس الطريقة. أبو علي من النجف تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، احنا نشكر قناة الرافدين على اهتمامها بشؤون المواطنين المستضعفين من المجتمع والفقراء. حياك الله. لأن دائما سائق التاكسي والفلاح هو من الفقراء. نعم. فشغلة السيطرات حبيبي. نعم. هاي هي مو هالشاء، طبعا أنا هم سائقتها إلى تينس. بس تركتها من وراء السيطرات وغير السيطرات. من وراء الغاز اللي صار غالي، باي الحكومة الجديدة ما شاء الله. فالسيطرات كان النظام داخلي. وكان يخوف ذاك النظام وباستخبارات أمنية والعنعات موجودة للشغلة، بس الساتمة بشكل مو طبيعي. لأن غياب ما أكو لا حد واحد يحاسبهم، ولا أكو حتى لو صورها ستقول سائق الشاحنة صور الموضوع. نعم. حتى لو يودي أكو تواطئ بينه. بعد المليارات يا أبو علي اللي انصرفت على أجهزة السونار وكاشف المعادن وكاشف المتفجرات اللي طلعت بالنهاية تكشف طرشي، أين هذه الأجهزة؟ هو هاي هم الناس يعني محترفين، يعني علني، يعني هي حكومة محترفة تقول إحنا مو حكومة، يعني مثل ما تقول اللي باطفها. لا هم هسا هاي حدودنا، الله وكيلك حدودنا، وإيران تايحة تقبل لها. أنا فد مرة أعرض ضرد الجنط ملاتي وبعدين ارجع تختمج. نعم. تايهة، تعرف شنو تايهة؟ فبالنسبة للسيطرات احنا الساعة ما جاي نقول احنا ما الساعة ما يقول لك هذا مثلا جاي ينكل بالحكومة، احنا عامل ما ننكل، هي هاي حشينا من صالح الدولة، حتى قناتكم الساعة قناتكم اللي جاي. يا أبو علي لو كان كلامي وكلامك لو كان كلامي وكلام حضرتك كان بيها باب وجواب، لكن لما يطلع الكلام من مسؤول بالدولة نائب برلماني هذا الموضوع، يعني لما يقول النائب أنه عندنا فساد بالسيطرات وابتزاز وأخذ إتاوات وعندنا سيطرات تباع وتشترى، يعني خلص سقط الحق مني ومنك من أي واحد من عندنا لما يتكلم، لأنه طلع الموضوع من لسان الدولة. نعم طلع من لسان الدولة، وإحنا سامن جاي نتكلم أنا وشان قناتكم الكريمة، يعني جاي هم جاي نفيدهم إلهم. يا بترى أكو هجي. نعم. يا بشوف انتقوا ناس، انتخبوا ناس، ما معقول البلد ما بي خيرين، تابتهمنا الفلوس عمت الناس فيها باعت ضمائرها وفيها باعت بلادها غير دولة، بس أما كل ناس باقي انتخبوا أهل المناطق، الناس كل سيطرة خلي بها واحد يقيمينكم هم لا، يعني تايحة تجي للسيطرة تبقى واحد بالليل. نعم. أنا الساعة اتصلت قبلكم، اتصلت عند جماعة أصدقاء هواي بديش المناطق، إحنا الساعة مناطقنا يجوز أكو شوية خوف. نعم. بس هناك ذيك المناطق الغربية ما فيها حبيبي، يعني جايز ماكو ابو المخضر، هو شو استفاد انت تاخذ من عنده؟ ما طيب ابو علي هسه احنا لما نقول السيطرة الأمنية اللي لازمتها الفرقة الفلانية او الشرطة الفلانية مسيطرة على هالسيطرة وتبتز، لكن الحشد ميليشيات الحشد اللي كانت طالعة على اساس انه هي رايحة تجاهد وتقاوم، واذا بها تقوم بنصب سيطرات وابتزاز الناس وسرقة الناس واعتقال كثير من الناس والانتفاع من هذه السيطرات بطريقة أو بأخرى، الدولة تشاهد ولا تتدخل. حبيبي الدولة ما تتدخل، لأن يعني الميليشيات صارت أقوى من عندها، هم نفسهم سمحوا بالميليشيات، الحكومة السابقة حكومة الآمون، ماكو آمون صار آمون هذا المالي، هاي الحكومة سمحت بالميليشيات، خلتها الساعة هي أقوى من الدولة، أنت سأل ميليشيات عندنا بمناطقنا. بمناطقنا مثلا اكو عندك تعويض، انا عندي صديق عنده تعويض. نعم. تعويض مليارين بايعين امواله باخذيها باليم الامام هيجي. نعم. يريد يطلعهم ما يطلعهم، كل ساعه يجي واحد يقول له هذا يقول له اخذ نص، هذا يقول له اخذ ربع، هذا يا بطلعون ما يخالف بطل ربع، بس طلعوا لي اياهم من الدوله. وكل هاللي جاي تجي هي تابعه للميليشيات. نعم. فلان من العصائب، فلان من المدري منين، فلان هاي الميليشيات الموجوده ال50
50 نجباء وغيرها وغيرها هواية. ف يعني هم جاي يبتزون حتى وزارة المالية، اترك السلطات، هي وزارة المالية جاي يبتزون. جاي فقير شلون نقول بالشارع؟ شلون راح يمشي هذا؟ شلون راح يعيش؟ يعني يجي مخضر شايل، هو أصل مين مخضر؟ مو هي جاي ضربة الدول الخارجية، الدول المجاورة جاي ضربة المخضر تموت سعره تنهيه بالمكان. زين أنت تجي تاخذ منه شماله يعني؟ يعني يقول بعض سائقي الشاحنات يا أبو علي، يقول بعض سائقي الشاحنات واللي هم أغلبهم أو معظمهم يعملون أجراء عند التاجر، هم مجرد ناقلي بضائع. يقول نعم، يقولون أنه لما تأخذ من عندنا الرشوة أو الإتاوة حتى نعبر من سيطرة، التاجر حيطالبنا بهذا المبلغ ويرفض يعطينا إياه في بعض الأحيان. حتطلع من السائق الفقير اللي هو يحاول يطلع بكم دينار يعتاش به هو وعائلته، ولذلك يبقون منتظرين كثير منهم، يبقون بالسيطرات وتخرب البضائع في سبيل انه ما يعبر ويدفع هذا المبلغ لان ما راح يحصل شيء. صح، الملاكي خونة، لان هذا ما يصدق الملاكي، يقول له سيطره ودوله وعلم، شلون ياخذ منك رشوه؟ فما يعقلها. نعم. فحبيبي هي هاي الشغله مو هسه، والسات فاقمت، قلت لك السات فاقمت اجل لان غايبه ما في قانون، من يحاسب؟ منو يحاسبوا من؟ فحبيبي سببها هي هاي الشغله. نعم. يشوفون اللجان، بس اللجان المشكلة ما يجيبوها إلا ينتخبوها من السماء نزوه. واللجان هي على قولة أحد النواب يقول إنه رئيس لجنة النزاهة هو فاسد، أنا شلون حخاف؟ صدق إذا رئيس اللجنة فاسد، بس إحنا مو هنا المشكلة. نعم. إحنا حتى بالأحزاب الإسلامية قيادات عليها الاعتماد طلعت بعد عندنا، يا يعني شلون هاي؟ مو هذا كان قائد، يعني هذا سبب بالنسبة لي هنا عندنا بالنجف أشكال وأرناب شفنا. نعم. يعني تشوفه قائد ويطلع يخطب المعاون الجهادي وما ادري منه طلعت كلها جماعه قامه بالخونه، والحل شنو هو؟ ما ندري والله، ما هذا الا نشرد من هالبلد، هذا يجوز هو مخطط علم ويشردونه من هالبلد، بس مو حل هذا يا ابو علي. ابو علي انا اشكرك طبعا المشاركه، شكرا جزيلا. ليس حلا ان يترك البلد لهؤلاء الذين يتمتعون بخيراته، واهل البلد هم الاحق بها. هذه الثروات هي اموال العراقيين، وهذه الخيرات هي خيرات العراقيين، وهم أحق بها العراقيون من هؤلاء الذين ينتفعون على حساب المواطن وعلى حساب معيشته وكرامته وحقه في الحياة، يقومون بالسيطرة على هذه النقاط الحدودية أو النقاط الداخلية في النقاط الأمنية الموجودة المنتشرة في عموم المحافظات بفضل قوة سلاحهم وغياب القانون الرادع لهم الذي جعلهم يتمتعون وينتشرون بهذه الطريقة وبلا رقيب وبلا حسيب وبلا أي سبب يجعلهم يعدلون عن ما يفعلون الآن. دائما نوجه يعني أو ننصح الناس أو حتى نشير إلى بعض النقاط التي قد تكون خافية على البعض، أنه الحل بيد العراقيين. مهما كانت قسوة المشاهد التي نراها أو صعوبة الحياة، لكن في النهاية هو الحل بيد العراقيين. لن يكون هناك طرف أحن على العراقيين من أنفسهم، ولن يكونوا أنفع للعراقيين من أنفسهم فيما بينهم. هم الذين يستطيعون أن يزيحوا هذه الطغمة الحاكمة، هم الذين يستطيعون أن يعيدوا بناء هذا البلد بالشكل الصحيح. لا دولة خارجية ولا جهة أخرى ولا أي أحد، العراقيون بأنفسهم هم القادرون على إزاحة كل مظاهر الفساد التي نراها الآن. معنا السيدة أم عبد الله من جرف الصخرة، تفضلي. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. من أهالي جرف الصخرة. حياك الله أم عبد الله. أنا أشد كل خير أن ينظر إلى المغيبين، ومن ضمنهم ابني من مواليد 97. نعم. وعمامة 2، والمنطقة بالأكمل 175 رجل أخذوهم محطة جامد، وبلغنا عنهم كثير التبليغ ومفقوديات سوينا لحد الآن، وما حد استجاب لنا. نعم. منطينا إذن صاغية، موتين خلي يقلونا، عايشين هم خلي يقلونا، ترى والله ملينا يا أخي والله، وجريمة. نعم. جريمة والله، وكلهم من منطقة واحدة، وكله ولد عم والد خال والله أبرياء اللي سلموا أنفسهم أثناء التحرير، وما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ما يحسون بمعاناتنا. نعم. أهلهم يعني والله عوائلهم داحت بالمخيمات وما عندهم معين، فاللي يقولون
إذا موتين خلي يقلونا، وإذا بالحياة هم خلي يقلونا. يعني الله عليك يا أستاذ محمد، نعم. أنت أخونا ونشكرك كل الشكر والتقدير إليك. يعني من مواليد 97 وجاهل بحيث ما أخذوه هو بلا والمتوفى، قالوا راح ندق لهم حاسبة، واللي طبوا علينا كتائب حزب الله، نعم. سرايا السلام وعصائب أهل الحق. والله والله 175 بين الزئمة، وإحنا النسوان طلعونا اللي طلعوهم وأخذوهم يوم محطة الزامل مدرسة السعيدات. نعم. إحنا أبناء التحرير كليتهم، وما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على اللي يعني كان الله بالعون. يا أم عبد الله أشكرك لي المشاركة، كان الله بالعون على ما أصابكم نتيجة ما سمي بالتحرير الذي دمر على أثره ودمر تحت هذا الشعار، وبسبب هذا الشعار دمرت المدن التي كانت عامرة بأهلها وبسكانها، دمرت الآن وشرد الأهل. وكما تستمعون مشاهدينا الكرام هذه القصص المأساوية، وللربط بقضيتنا كثير من المعتقلين والمغيبين قسرا تم أخذهم من السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في كثير من المحافظات، كثير من المعتقلين تم إخفاؤهم عن طريق هذه السيطرات نتيجة للكنية أو للطائفة التي ينتمي إليها أو للمدينة التي قدم منها أو ربما لأسباب قد مزاجية. يعني هناك تقارير تتحدث عن مزاجية بعض السيطرات ومن يعملون ضمنها من عناصر مزاجيون يلقي القبض على من لا يرغب برؤيته أو من لا يعجبه شكله على سبيل المثال يقوم بإلقاء القبض عليه، أو من يرفض أن يقوم بدفع مبلغ من المال كإتاوة يلقي القبض عليه ويختفي هذا الشخص، ما بين قد يوجد على هيئة ما تسمى حكوميا بجثث مجهولة الهوية أو يودع في معتقل قد يكون سري وقد يكون علني لفترة ليست معلومة من الزمن وبلا تهمة، ولا يوجد أيضا نظام يحاسب أو نظام يلاحق هؤلاء. وابحث عن من شئت إن استطعت، تابعون لميليشيا وتابعون لحزب هم أقوى من الدولة وسطوتهم وسلطتهم أعلى من سلطة الدولة وهم فوق القانون كذلك. أنا أتحدث هنا على الميليشيات التي استطاعت بفضل أحزابها التي تدعمها وبفضل القوة التي تعطى لها من سلاح ومال أن تصبح خارج نطاق القانون، فوق القانون، لا أحد يستطيع أن يحاسب أو أن يلاحق أي شخص من هذه الميليشيات أو حتى من قوات حكومية مدعومة ومسنودة إن كان فيها قائد مسنود من حزب أو غيره. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في أسبوع قادم، إلى اللقاء.